واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 499 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 147 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 24 طنا بمجال السلع على السلع المدعومة وضبط قرابة 118.5 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط 709 قضايا من بينها 122 قضية خبز ناقص الوزن و125 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز، كما تم ضبط قرابة 90 طنا من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية.